السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها. تفرجوا دائما في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا مزيان. هنا اليوم هنايا غادي نديروا اليوم ان شاء الله تطريزه على هاد جوج سطوره هادو، فيهم 1.5 سنتيم في العرض، غادي يكون فيها 1.5 سنتيم في العرض، ممكن تزيدوا نتوما في العرض على حساب شحال باغيين. المهم كما كتشوفوا بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على هاد الرشمات هادو، هاد الرشمات هادو راه درت كل وحده في فيديو، ما عليكم الا تدخلوا للقناه وتاخذوا فكره على كيفيه يعني الاشتغال ديالهم. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نديروا التطريز هنايا، غادي نخدم بحرير مبروم على 4 الشعرات. دائما ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم الى نال الاعجاب ديالكم. اللي ما مشتركش في القناه يضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو باش يشترك في القناه. هنايا كما كتشوفوا غادي نبدا ندخل البره ديالي هنا في هذه البلاصه، هذه ندخل البره ديالي هنايا بحال هكا، ندخل البره ديالي هنا ونشد الخيط ديالي بحال هكا. المهم نحدد ندير واحد بحال الا قلتو غير زمايله بحال هكا، ونخرج البره ديالي هنايا. هانتوما دخلتها هنا وخرجتها من هنا بحال هكا. غنجي دابا ندخلها ثاني من هنايا نيشان مع هاد النقطه هادي هنا، وغادي نجي تحت من هاد الغرزه، خلي شويه بلاصه بين كل غرزه واختها بحال هكا، غادي نجي دابا ندخل تاني البره ديالي هنا ونخرجها هنا بحال هكا. نزيرو الخدمه ديالنا، غنجي دابا تاني ندخل البره ديالي هنا ونخرجها في هاد البلاصه. المهم بحال الشكل ديال الكروه بحال هكا، ونجي هنا ندخل تاني البره ديالي خرجها هنا يعني كنحاول اننا نخليو شويه ديال المسافه بين غرزه والاخرى باش يبان لنا هاد الخدمه اللي غادي تجينا الوسط هنا بحال شي ضفيره هنا. 3 كما قلت لكم راه العرض نتوما كتحكموا في العرض ديال هاد الرشمه شحال بغيتوا ديروا في العرض، يعني ماشي ضروري 1.5، ممكن ديروا فيها 3 سنتيم، ممكن واحد وشحال باغي هكا. ونجي ندخل دابا هنايا كنديروا 4 سطوره هكا و 4 سطوره هكا كما كتشوفوا. ندخل البره ديالي هنا هكا، وغادي نجي هنايا نجيبها هنا هكا، نجيبها هنايا باش نبدا تاني كروه واحده اخرى. هاد المره بالعكس، هاد المره نبدا من هنا كما كتشوفوا، نبدا بحال هكا، ندخل البره ديالي هنايا ونخرجها هنا هكا. يعني راه الطريقه سهله، كنظن ما عمرها طرزت راه غادي تقدر دير هاد التطريزه هادي، يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. بحال هكا ندخل ثاني البره ديالي هنا نخرجها من هنا، كنزيرو دائما الخدمه ديالنا. ندخل ثاني البره ديالي هنايا، دائما كنخلي شويه مسافه باش تبان لينا الخدمه اللي كتكون الوسط. تنحسبوا حتى كنعرفوا بلي درنا 4 ديال الغرزات في كل بلاصه. هنا كملت 4 ديال الغرزات، غادي نعاود نرجع لهاد الجهه هنايا بحال هكا، ونبدا تاني نفس الشيء هكا
تنكمل السطر ديالي، تنكمل يعني الطول فين بغيت ندير هاد الخدمة هادي. انتم بحال هكا منين كنكمل التطريزه ديالي راه كتجي بحال هكا كما كتشوفوا. غادي ندوزو دابا نبداو نديرو مرحله اخرى. نجيب هنايا عندي حرير في اللون ابيض في البره، المهم غادي نجي ندخل البره ديالي هنايا بحال هكا، وغادي ندخلها هنا بحال هكا. ندير نفس الشيء كلشي يعني حتى لتحت هكا. نجيب الخيط ديالي، نجيب الخيط ديالي لهنايا، ندخل الابره ديالي هنا بحال هكا، ندير ورزه بحال هكا، ورزه عاديه، نخرج ندخل الابره ديالي هنا ونخرجها منين خرجتها في الاول بحال هكا، وندخلها ثاني هنا، نخرجها هنايا بحال هكا، ونخرجها ندخلها هنا دابا، وندوز لهاد البلاصه ندير نفس الغرزه نفس الطريقه. تنكمل كاع هاد البلايص هادو اللي عندي، هاد البلايص هادو حتى هاد الجهه، ندوز لديك الجهه الاخرى حتى هي ندير ليها نفس الشيء، يعني غرزه سهله بحال هكا. كندخل البره ديالي هنا، نخرج هنا، وكندير كندوز لهاد البلاصه هادي بحال هكا، بحال هكا، نخرج البرا ديالي في هاد البلاصة، يعني نستعمر نفس الشي اللي درت هاد الجهة، نديرو الجهة الأخرى ونرجع لكم. من بعد ما كنسالي الخدمه ديالي بنفس الغرزه في الجهه الاخرى هنايا، غادي نجيب دابا خيط اخر في لون اخر، غادي نبدا نخدم معكم هنايا الوسط. هنا غادي ندير غرزه العقده الفرنسيه، هنا كندورو الخيط على البره ثلاثه المرات بحال هكا، وكنرجعو منين دخلنا هنايا البره بحال هكا، كنطلقوش هذا الخيط هذا، كنبقاو شادينو بحال هكا هكا. نجي غندير الغرزه ديالي كما كتلاحظ راه سبق ليا خدمت، غادي نديرها هنايا في هاد البلاصه حتى هي نديرها هنا بحال هكا، ونعاود نديرها هاد البلاصه هنايا. كندورو غير الخيط على البره ثلاثة د المرات بحال هكا، وكنرجعو ندخلوها من خرجنا البره، يعني من خرجناها في الاول كنشدو هاد الخيط هذا، هاد الخيط هذا كنجرو بحال هكا، هو كنشدو ما كنطلقوش حتى كندخل البره ديالي بحال هكا حتى الاخير. نجي نكمل الغرزه ديالي في كاع هاد البلايص هادو، ونرجعو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الرشمه كامله. ملي كنكمل عمل الغرزه ديال العقده الفرنسيه راه كتجي الرشمه ديالي دايره بحال هكا. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم، وما تنساوش تخليو ليا كومونتير تقولوا فيه الراي ديالكم. وجميل عجبكم الفيديو خليت لكم لهنا وراها، وتهلاو ليا فريوسكم. السلام عليكم.